خلال فقرة مطبخ دانتي. تبعي التقنية المقترحة على الموقع fantia.com واستعمليها في وصفة من اختيارك وشاركيها معنا وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم. مع دامتي انتي هي الشيف. إذن كل مرة كتشاركوا معنا وكتفوزوا بأجهزة إلكترونية منزلية بالصحة والراحة الناس اللي وصلهم الأجهزة ديالهم واللي جاو خداوها أيضا بالصحة والراحة يا رب. وأكيد ديما كتشاركوا معنا كل نهار عندكم أجهزة إلكترونية كتفوزوا بها، بالإضافة ربح أكبر اللي عبارة عن روبو متعدد الاستعمالات من خلال القرعة الكبرى. بالصحة والراحة لكل مستمعات ومستمعين اللي كيشاركوا معنا وكيفوزوا معنا كل نهار من خلال أنهم كيمشيو للموقع اللي هو fantia.com كيشوفوا الوصفة ديال الشيف خالد زاهر أكيد، ومن بعد كتشوفوا معاه التقنية اللي كتعلموا من خلاله من خلال الشيوات اللي كيقترحها عليكم. فهاد التقنية هذه اللي كتطبقوها إما في إحدى الوصفات ديالكم الخاصة شيوة من الشيوات ديالكم، المهم أنكم كتطبقوا فيها التقنية اللي شفتوا واللي تعلمتوا معاه أيضا، بالإضافة أنكم كترسلوا لنا الصورة ديال الطبق ديالكم مع المنتوجات اللي استعملتي ومنظمتي، بالإضافة وهذا شرط اللي هو مهم جدا أيضا بحال الشروط كلها، الاسم ديالكم بالكامل عافاكم والمدينة منين أنتم الله يعطيكم الخير. هذه أمور اللي هي سهلة وبسيطة، كنتمنى أنكم بما أنكم كتصوروا الطبق وكتكتبوا المقادير كتبوا مع السمية والمدينة منين أنتم كترسلوهم لنا دائما على الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 70 70 29. اليوم معنا حنان. حنان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنسمعوك بعيدة حنان. هلو دابا كنسمعوك، دابا كنسمعوك حنان. أول شيء قولي لي شنو كانت الوصفة ديال الشيف هذا الأسبوع؟ كانت الوصفة ديال شوربة بالخضر وبريوات. نعم بالبطاطا والطوماط. واه قولي شنو لاسوس اللي عملها في الشوربة؟ هي المرق ديال دامة البكري. اشنو دار؟ دار ما طايب، دار معاه دمج ديال البكري هو باش مرق الشوربه ديالو. وفي البريوات؟ في البريوات دار بطاطا، دار معاها الجبن البلدي. نعم اجي ناخذ المقادير ديالك وطريقتك انتيا في التحضير ديال الوصفه ديالتنا. وي مرحبا لاله جميله. مرحبا. بالنسبه للشوربه عندي دامه ديال البكري. دامتي ديال البكري ركزي معايا مزيان. دامتي ديال البكري غنصاوبو بها المرق ديالنا. عندي في التوابل الملح والبزار. ايه عندي زيت الزيتون والمعدنوس. البصله والقشطه الطريه. ايه القرعه خضراء وقرعه حمراء. الفيتا ومطيشه. واحد الحبه ديال الخيزو وحده ديال البطاطا. واخا تفضلي. وعندي هذا حبه ديال وحده ديال البطاطا. اييه كنتي حبه البطاطا واحد حبه ديال ديال الخيزو. يلا مرحبا. اها شوف الطريقه. الطريقه كنقطع الخضر كامله مربعات صغيره. اييه وكناخذ الطنجره ديالي كندير فيها الزيت والبصله يتقلاو شي شويه. وكنزيد عليهم دوك الخضر والتوابل. أيه. كنخليهم يتقلاو ومره مره كنبقى نحركهم. وبالنسبه للمرق غادي ناخذ دامتي ديال البكري. كنزيد ليها ما طايب تقريبا اطرو. وكنزيد كنخلطهم مزيان وكنزيدهم مع الخضر اللي ديجا دابت في الطنجره ديالي. كنخليهم مع التحريك المستمر بطبيعه الحال شي ربع ساعه. عاد كنجمعهم بلا كريم بالقشبه الطريه. أيه. تقريبا 180 غرام. وكنخليهم شي 10 دقائق ديما وجدت البريوات ديالي. نعم اذا حنا خدينا منك الشوربه هذا يكفي. تبارك الله عليك حنان، كيف كتعرفي كل نهار عندكم جوائز واجهزه الكترونيه بالصحه والراحه عندك هذا الاسبوع غلاي. شكرا لك بزاف واكيد مرحبا بالتواصل ديال كل المستمعات والمستمعين، مرحبا بالمشاركه ديالهم. كيف قلنا القانون ديال المسابقه هو انكم تمشيو للموقع اللي هو fantia.com كتشوفوا الوصفه ديال الشيف خالد زاهر واكيد كتشوفوا التقنيه اللي تعلمتوا من خلاله. هاد التقنيه هذه كتطبقوها في احدى الوصفات ديالكم، الوصفه ديالكم كيف ما بغات تكون تقدروا تطبقوا فيها هاد التقنيه هذه وكتشوفوا انها كتواتى معها كتطبقوها وكترسلوا لنا الصوره ديال الطبق ديالكم مرفق بالمنتوجات ديال دامتي اللي استعملتيو. ماشي كل وحده مصوره بوحديتها رجاء، هذه راه من الشروط. ماشي الورقه اللي مكتوب فيها المقادير مع المنتوجات طبق بوحديته، خاصهم يكونوا كلهم مع بعضهم. الحاجه الثانيه الاسم ديالكم كامل، المدينه منين نتوما، وما تنساوش ليا ايضا التقنيه ديال الشيف كتكتبوها لي وهكذا المقادير والطريقه ديال التحضير. وهذا الشيء كيمكنكم انكم تفوزوا معنا باجهزه الكترونيه منزليه كل نهار، بالاضافه ان الرقم ديالكم كيدخل في القرعه الكبرى اللي تقدر تمكنكم انكم تفوزوا معنا بروبو متعدد الاستعمالات. وكنتمنوا دائما الحظ موفق للجميع. مع دامتي انت هي الشيف.
خلال فقرة مطبخ دانتي. تبعي التقنية المقترحة على الموقع fantiab.com واستعمليها في وصفة من اختيارك. شاركيها معنا عبر الواتساب 06 69 70 70 29 وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم.